الجمل اول جمل. في لاعب كان خلوقا انا شخصيا كنعرفو مزيان وعاشرتو مده اكثر من 5 سنوات في الوداد، للاسف الشديد ما استطاعش انه يستمر مع الفريق الاول. اليوم تذكرنا هذا الحادث الاليم والمأساوي بحادث فلوح مره اخرى، حرب الطرق كتاخذ لاعب يافع شاب مازال المستقبل كله قدامه، ولكن مشيئة الله لا مرد لها. كنبغي نعزي العائلة ديالو الصغيرة والكبيرة، الأهل والأحباب ديالو، جميع المعارف، جمعية قدماء لاعبي الوداد، جمهور الوداد، جميع مكونات الوداد. كنبغي نقول لهم البركة في راسكم باسم المكتب المديري لنادي الوداد، ولو أنني اليوم لا أحمل صفة عضو المكتب المديري لأنني نقدر نقول كمنخرط جئت لأنوبة عن الوداديين اللي ما استطعتوش انهم يجيو، والله يرحمه ويوسع عليه. مرة أخرى كنقول كان لاعبا خلوقا يشهد له بذلك، ساءت الظروف انه ما يبقاش معنا بزاف الوداد، الله يرحمه ويوسع عليه، مع أننا ما نقولوا أمام مشيئة الله. هذا الوليد هذا وادي هو من الحي ديالنا اللي كبر معنا، انا بعدا هزيت هو صغير الدري هذا، وعندي معاه واحد العلاقه اللي هو قريبه بزاف، وانا صعيب اني كنتاثر بالموت ديال شي واحد، ولكن فريمون المهدي اثرني لواحد الدرجه كبيره. لاعب اللي ما خاطش واحد الوليد اللي ما خاطش الحق ديالو في الكره، نتمنوا انه ياخذها في الاخر ان شاء الله. العزاء ديالو الاهل ديالو الاقارب والناس اللي كامل اللي كتعرف المهدي الطغوي، والله يصبر والديه اللي ما قدروش يحضروا معنا اليوم. نتمنوا اننا نقدروا نوفوا عليهم ولو في ابسط الاشياء. هادشي اللي كاين